حان الوقت لقول كفى لشركة اتصالات الجزائر، هذا ما ندت به جمعية حماية المستهلك التي نددت بما وصفتها رداءة خدمات هذه الشركة، إن جرى عنها تلقي عدد كبير من الشكاوى من قبل الزبائن، لتطلق الجمعية حملة جمعي ما يقارب 500,000 توقيع ابتداء من اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على الشركة بهدف إعطاء نفس جديد لهذا القطاع وحتى يرقى إلى تطلعات المستهلك. الحمد لله، يعني لما نشوف بأن الأمور لا تتقدم وللأسف الشديد، يعني الخدمات الهاتف تاع الاتصالات الجزائر، الهاتف الثابت أو خدمة الإنترنت، يعني نشوفوها رضيعة. شكون ماهوش يشتكي؟ الناس كاع راهي تشتكي. وبالتالي لما يعني غلقت علينا جميع الأبواب، لابد علينا أن نلجأ إلى حل واحد آخر، هو حل لازم نقولها بصريح العبارة، حل أنه تغيير إدارة اتصالات الجزائر، إدارة الحالية اتصالات الجزائر، وإعطاء نفس جديد لهذا القطاع حتى يكون في تطلعات المستهلك. نحن الهدف تاعنا وصول إلى 500,000 إمضاء لأجل المطالبة الرسمية بتغيير إدارة اتصالات الجزائر. سلطة ضبط البريد والمواصلات لم تسلم هي الأخرى من انتقاد جمعية حماية المستهلك التي اعتبرتها أنها لا تزال بعيدة عن أداء دورها الذي وجدت لأجله، حيث اعتبر مصطفى زبدي هذه السلطة متنصلة عن مسؤوليتها، والدليل على ذلك قطع جسور الاتصال مع الجمعيات لإيجاد حل لحالة الفوضى التي تعم القطاع. في سلطة الضبط هنالك بعض الانتهاكات التي يقوم بها متعامل الهاتف النقال ولا تقوم بها السلطة، يعني اتصالات الجزائر. ما دورها؟ ما دورنا نحن كجمعيات مع هذه السلطة؟ إذا ما راسلوهم ما تجاوبناش، يعني ما الفائدة من ذلك؟ يعني رئيس المدير العام تاع سلطة الضبط عاد لي أيام وأنا نحاول نتصل به ما قدرتش نتصل به، يعني أمر عجيب. يعني هذه السلطة التي من المفروض أن تحمي الزبائن في مجال الاتصالات ما كانش، ما لا نرى حماية لها إطلاقا، يعني وحتى الشكاوي لا يتم الإجابة عليها، وبالتالي لابد إعادة النظر في تركيبتها أولا وفي مجال نشاطها. هو تحرك جديد من جمعية حماية المستهلك ضد شركة اتصالات الجزائر، تضاف إلى تحركات سابقة احتجاجا على رداءة خدماتها.